عبر سكايب ينضم إلينا من واشنطن الباحث والمحلل السياسي رمضان البدران. مرحبا بك سيد الكريم. كيف تقرأ خارطة الصراع حتى هذه اللحظة بين تحالف الأغلبية وخصومة في الإطار بعد إعلان كتلة إنقاذ الوطن؟ لمن ستكون الغلبة إن صح التعبير؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابكم والمشاهدين الكرام. ملامح المشهد السياسي بدأت واضحة أكثر وتسير بالاتجاه الصحيح. تحالف الأغلبية نجح في الصمود، نجح في كسب ثقة الشارع العام والمناخ السياسي بشكل عام على أنه لديه على أن لديه مشروع متماسك وملتف حوله ومصر عليه. وعدديا هذا التحالف يعني بارتياح سيتجاوز حاجز الثلثين، لأن المستقلين في موقف يعني عليهم يعني عليهم حسم موقفهم، أما يسيروا بالعملية السياسية نحو الأمام أو يربكون العملية السياسية، وقطعا الخيار الأول يحتم عليهم كشخصيات انتخبت أن يدفعوا بالعملية السياسية الأمام، وبالتالي حضورهم في جلسة البرلمان سيكون أكثر احتمالية من المقاطعة، وهذا سيكمل العدد ويسقط شرط المحكمة الاتحادية في مسألة الثلثين. طيب، إذن عدديا المستقلين سيضيفون زخما آخر لنجاحات وتقدم التيار الذي السيد مقتدى الصدر نجح في يعني التفاوض معهم وحثهم على الحضور، ولكن واقعا هم يضطرون إلى الحضور لهذا السبب. وماذا لو لم ينجح تحالف الأغلبية في ضمان النصاب الكامل وتمرير رئيس الجمهورية؟ يعني ما هو السيناريو المتوقع؟ طبعا في الدستور لا يوجد شرط الثلثين، يعني هذا خطأ المحكمة الاتحادية والتفسير الخاطئ للمحكمة الاتحادية. الثلثين افتراض، أولا هذه الفقرة وضعها الأخوة الكرد أثناء كتابة الدستور أيام الجمعية الوطنية، مراهنين على أمرين: أن يحسم لهم رئاسة الجمهورية وأن يكون هم بيضة القضبان في كل التشكيلات الأخرى. طيب، فكان هذا الشرط هو شرط سياسي، ومن ناحية الواقعية لو أجرينا انتخابات مباشرة لرئاسة الجمهورية ونطلب أن يذهب ثلثي الناس إلى الانتخاب، هذا أمر تعجيزي. فالمحكمة الاتحادية بالضبط افترضت أن رئيس الجمهورية يذهب ثلثي الناس لانتخابه ولا لا يكون، وهذا افتراض نظري ويعني أن يقول طوباوي صرف لا حقيقة له، هو التفسير خاطئ تماما من قبل المحكمة الاتحادية. وبالتالي أمامنا هذا الآن تراجعت المحكمة الاتحادية تذهب إلى حضور الثلثين، وهذا أشبه بذهاب الناس ثلثين إلى الانتخاب، هذا أيضا شرط خاطئ، تفسير خاطئ. إذن أمامنا انسداد خلقته المحكمة الدستورية المحكمة الاتحادية، وهذا الانسداد لا حل له. طبعا إذا بقي إذا نجح الثلث المعطل في أن لا يحضر إلى البرلمان فنحن أمام انسداد حقيقي ولا حل له، وحتى لو عدنا الانتخابات سوف تأتي نتائج أكثر تشظي وأكثر تعقيد. طيب، فهذا انسداد خاطئ خلقته المحكمة الاتحادية بتفسيرها. الطريق الصحيح أن ينتخب الجولة الأولى، أن تحقق الأمل الكردي بأن ثلثين يجتمعون على انتخاب الجمهورية فمرحة، إن لم يكن فأعلى الاثنين يتنافسان ومن يحصل على أغلب الأصوات ينجح. القضية الثانية أنه لو ذهب كل البرلمان وامتنع كله عن التصويت ماذا سيحصل؟ هذه طبعا الغياب عن البرلمان أو الامتناع عن التصويت هي نتيجة واحدة من ناحية السياق والانتخابات، وبالتالي الغياب أو الامتناع هو تأثيره واحد وتفسير الثلثين خطأ. أيا يحصل على الأغلبية هو الذي سيفوز. لدينا أشكال خلقته المحكمة الاتحادية أعتقد، ولا حل له إلا بتراجع المحكمة الاتحادية. طيب، عن هذا الشرط إذا لم يتحقق الثلثين. طيب، يعني بحسب مصادر صحفية فإن النواب المستقلين تلقوا رسائل تهديد تحذرهم من المشاركة في جلسة البرلمان، ما الذي تشير إليه هذه الوقائع؟ يعني هذا قد يكون إن حصل فعلا، فالنواب المستقلين قطعهم بيضة القضبان، وإذا كان هناك هم يعني جزئين، جزء له مطامح سياسية ويعني منهم تصميم على سبيل المثال يريدون محاصصة ويردون، وبالتالي هم أقرب إلى الإطار في يعني في 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 موقفهم، يبحثون عن محط رجل ومحاصصة ومغانمة، وهم يعني قليلين العدد منهم تصميم.
أما البقية الباقية العائمة اللي نسميها الأغلبية أو المستقلين العائمين، طبعا يتوقع أن يحصل تهديد على بعض الشخصيات الضعيفة التي لديها ظهير أو المترددة أو التي لم تحسم أمرها بقوة، متوقع أن يحصل عليهم ضغط بشكل أو آخر لتقليل النصاب. ولكن أنا أعتقد أن هناك حتى وإن لم يحضر كل المستقلين، هذا طبعا سيكتمل العدد، وعملية التهديد قد تكون واردة، ولكن نبقى من جديد نحتاج إلى أن نعرف ماهية التهديد ومن هدد وكيف هدد. هذه قضية مهمة لرسم ملامح شكل التفكير الذي ينتاب كل فئة، وماذا تفكر وكيف تفكر، لكي نعرف المستقبل ماذا تضمر هذه الجهات. طيب، إذا كان لديها ما تضمره ضد استمرار العملية السياسية على النهج القائم. طيب، عليه عدا سلاح التعطيل، ماذا تبقى لدى الإطار من أوراق للمناورة؟ لا شيء سوى أن يتنازل بعضه ويقبل بأمر الواقع وينضوي تحت تشكيل حكومة. تشكيل حكومة لا زال لم يحصل بعد، وإذا ما حسم واستطاع الإطار أو الأغلبية في حسم يعني المرشحين رئيس جمهور رئيس وزراء، تبقى فرصة رئيس مجلس الوزراء أن يقدم وزاراته. وفي هذه المرحلة تستطيع بعض من قوى الإطار أن تدخل بضمن التشكيلة الوزارية وتنضوي تحت التشكيل بضمن حكومة ائتلافية. هذا لا يمنع يعني عدم دعمهم لرئاسة مجلس الوزراء في التصويت أو الترشيح، لا يمنع أنه من مشاركتهم ولا يعني إقصائهم. وبالتالي أنا أتوقع إذا ما حسمت هذه الأمور سيحصل تشظي في الإطار، وسوف تذهب بعض القوى المعتدلة إلى الانضواء تحت الحكومة بالشروط التي يريدها السيد الصدر، والتي بعضها لا يتعارض مع توجهاته. نعم، الباحث والمحلل والسياسي رمضان البدران، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.